ما عيارتي ما أنت دعلي وهاخد علي فوضى وهلا نروح تور عيارتي وهلا تجيبه بسكي سبب أيقون علينا لما لما يقانو عيارتي وايد ما تي هذا أنا باورتي ولا تجيبي خسارة عيارتي ولا دعوعي باورتي ولا تجيبي سبب لو تجيبي أنا لا أقول بارس بالله سمعنا يا عيد كبرس كلي شقه وقفصن دونا هدي على نو ولا بارد دونا كيس كسور دعي لكن جودهان وحرمنا إن دلني يرد ثاغيرا ثاغيرا ياشا إعجرم كتجي يا إيه إيه أوه جان سمان سويدا أمنيكا إلى ليانا موقال كعاصمة دتك غير مقدسو وحي مرتجل ين عياره قبل هذا أوذكتهين بشن هذا عن كجرنو يا بشي لصورة في دحذري إيه يقبل لودن عياره قبل هذا عاصمة إيه يقبل لودن runtii waxaan oga mahadcelinaya soo dhawaynti iyo u diyaar garowgay u diyaar garoobeen in ciyaarahaas ay marti galiyaan dadka maareeyay caasimadda ay marti galiso oo gobolada dalka dhamaan intooda badan ay ka soo qayb galeen waxaan rabaa inaan dhaw ciyaartu waxay midaysaa dadka waa isboorti xiiseedu waxa weeyaan inta banooniga ama garoonka inta lagu jiro يا أنت أي ملان تاعي أي بتسنت هلا بريب هلا إنه حاول قبل هلا الباعي ياراي حماسة دا يا من نمدا دتك سومالي القلوب تولا يسوسو جيديس وحان كعصنا يا دتك غير مقدسو جوجل شاب دقي إن أي أودي يا جروبان سيد أي فو حنا الله يا دتك سومالي القلوب تولا قلوب ولبا يا قبل ولبا ويمد عيار ويمد أما دتك إيمانا يا ciyaarta oo imaanaya la socda taageerayaasha oo ciyaartayda inay u soo dhaweeyaan sida ugu quruxda badan waxa la wada soconaa garoonka waxa isugu taga 60,000 ilaa 90,000 oo qof inta u dhaxeysa waxa amniga suga ciidamada amaanka garoonkaas waqti buu leeyahay waqtina uu dhamaada waqtiga ciyaaruhu ay jiraan dadka taageerayaashu ay garoonka ay tagayaan وحان كعصنا نعيد مدى أمنك شقد كجرة إني أفضو ضيان إني سوغان أمنك إني لا شقيان ما لها سوغيدة أمنك اللغو تلقى إني مران ربشدة يدقح توركا يومارك تيوحا وجه حمينة يا عاصمة إني إسكايل عليا مرمنا إني عاصمة أي نقطة ميل فوضى مرمنا دتك دجن أبسل إن أي عدول با ماركتي أي سود ويان إن لغوشة كاستعيارو مركي دمادان ماشو ميل ما هين عيارها لغو رجي قبل كان هل جي إن لده مرمنا عاصمة وحرمنا إن أي هو يدي أي نقطة لسود ويو تاغير ياشو تاغير ياشا كالي إن أينا ماركتي واحد باتا إن أقصى مين ما كرنتي والدين مهد علية رواية دان عاوي أنا وهدان سيف فدي لها وحاول ما يواجه إنه بري لها سيء يقوس عتي سواء جو دجن ما لحد قرن هو ولا فدي ذا رواية قرحان أو ماركتي دل يرأي ويلل أبو أنا في في عن هاي ستا أي وقت سوق قليل مركا وح في عبا عاو ماشي لوج سعودي وأنا ما هدعل لي يا جرال ما هد إنه عاوي نوع سوما مناسبة دان أما رواية دان وخصوصا بندقة أيوة وحقوتك أما الله تعالى كخوارجته يدير قلنت عيدا ماذا يحرين تطلق وحانس اللي هي وحين قلت أنت سلسلة سعطة أنا قلنا وقت جاي أنا قادم دون هدي الله يدمو أيوة قابط هيدا وقت جاي سوشيك تقوح له هدي الله يدمو إنا ينقطو إنا أنا قلنا سوق قادم أما أن ماركتي أن دقنو أن قابلنا أنا قلنا مناسبة دان هدي الله مديار بانونا هاي وكيلا نوغو جرا وكيلا لاسا يسوا فري دوران وقت يا ديار نقدان عيدن كبليس كنا ديار بوية هدي الله يدمو رمتي سيدا عن مانتا يأخوص عنا اما دالكين ويهاي اما دادكين ويوبر عربسيهين من نمدا ايو ودا جيركا لدقالن كخواريستا ان لو ودا فهمي او يدادك اي فهمين ان هدي اسكو دومني دا اما دكتين و اسكو دومنا دان او عرقتي دا مانتاي لقاتي اما دكتو اي و لقاتين و مدو سومالي لقا قد نبايو انان عدو قدها يمد بدا منا و سان ما عرقتي قد نولانين عدو قدها انا اللي اسكا دمينا يو اون كاسفاين انو قدها خوارسة
gudahaana de banaankana de waxa weeyaan asagu hawl weyn inaga ma baahanaba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay kooxdan soo abaabulaan heeso iyo riwaayado ka turjumaya maanta jiritaankeena meesha uu marayo inaynu midowno inaynu dhiirigelino dadkeena in aragti saxa oo lagaga hortagaya cadowga ka gudahana lagu baabeenayo dalkana aynu ku xoraynayno in la isla qaato inay ku dhiirigeliyaan kooxdan aad iyo aad baan runtii ugaga mahadcelinaynaa guud ahaan maanta waxaa ka jira dalka oo aynu wada ognahay inay tahay aynu iska dhicinno ama aan iska kicinno ama aan dadkeenna ka xorayna cadowga dhiigmiiratada waxay ogyihiin oo caasimada iyo goobaha uu howlgallada ciidamadu ay ka wadaan ciidamada ammaanka ama ciidamada qalbkiisa ee howlgallada ka wadaan intuba inay tahay gebagabo ama gunaanad meeshii ugu dambaysay inaan marsiinayno horumarka iyo bilicda iyo nolosha iyo waxbarashada inoo muuqda ama dadkeennu maarata ay hiigsanayaan ama caawa ka muuqda caasimadaha iyo gobollada dalka markii loo barbardhigo ayaama dhaweyd ama sanadkii hadda lasoo dhaafay biladkiisii oo kale wax weyn inuu iska bedelay baad garanaysaan. Intaas kadib maantay caasimada ama dalka waxaa ka jira degenaansho dadkeennu ay wada dareemayaan oo ay lafdhabar u tahay ama ay ugu horeyso caasimada dalku oo ah maskaxdii ummadda soomaaliyeed oo madaxa hadduu ku qaboobo ood ka bogsato jirka intiisa kalena ay caafimaadayaan. Deganaanshahaas iyo quruxdaas ka muuqata caasimada qorina laguma keenin, xoogna laguma keenin, waxaa lagu keenay aragti wada shaqayneed oo bulshada soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanku ay garteen haddii la midoobo oo laga wada shaqeeyo nabadgelyada in la helayo horumar wanaag iyo caafimaad intaba in la helayo. Marka aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa marka koowaad iyo marka labaad dhallinyarada, odayaasha, hooyooyinka iyo culimada soomaaliyeed ee ku nool caasimada ee ka garabsiiyey ayaguna gacmahooda ku duuliyey in cadowga ku dhex nool caasimada ee dadka dhibaataynaya inay ayaguna gacmahoodana ku zuuliyaan, afkana ka sheegaan, ciidamadana kala shaqeeyaan. Aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa. Waxaan isleeyahay waan tijaabinay midnimada iyo wada shaqaynta shacabka soomaaliyeed dadkeenna inay kaashadaan ciidamada ammaanku waan tijaabinay. Guulo waaweyn baanuna ka gaarnay. Intaas iyo in la-eg iyo in ka badan inaan ula sii dhawaanaan rajaynaynaa dadkuna ay ammaankooda sugtaan, ayaguna ay ku raaxaystaan markii amniga maaragtay ay sugtaan. Haddii Alla idmo, anaguna waan dadaalaynaa ka ciidan ahaan. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin in ay sida ugu dhow ay ugu shaqeeyaan dadkooda. Waxay og yihiin oo aan saacad walba iyo waqti walba aan juhdi ku gelinaa, tareerin iyo tababarna aan ku siinaa inay isbeddel dhab ah ay la yimaadaan ciidanku, ay u dhimriyaan dadka ay u shaqeynayaan, ogaadaanna qofka dhibbanaha ee dhibban ay u adeegayaan ama ay caawinayaan inuu yahay guriga ay ka soo baxeen berrina ay ku noqonayaan. Marka waxaan dadaalaynaa inaan sababno ciidankeennu inay noqdaan ciidan shacabku uu leeyahay, shacabkooda ay ku kalsoonaadaan. Haddii Alla idmo, habeen iyo maalin waqti kasta ay tahayna inay baahidooda u sheegan doonaan baan rajaynaynaa. Qorshaha noo yaalla ee aanu xoogga aan saarnay, haddii Alla idmo, waan fiican nagu noo maraya. Haddii Alla idmo, waxaan rabaa inaan intaa ku daro